اه لا هو الراجل فاضي. استنى حاجة، طب مين ده؟ ها؟ بسأل مش راكب عربية حكومة؟ طب يبقى ابن مين ده؟ ابن اللواء. بص تعالى ما اعرف. لا واجي لك على الاسم ليه؟ واجي لك على الاسم ليه؟ انا شفتك لما اتصورت. ما انا عايز اعرف يعني هو الموضوع ده مش هينتهي؟ ينتهي ولا مفيش؟ انا ماليش دعوة. يعني ايه يعني؟ ها؟ يعني ايه؟ انا ماليش دعوة. يعني مالا انا عسكري ماليش دعوة. ايوه انت دلوقتي بتوصل واحد في غير اوقات العمل وبتستخدم شغل بتستخدم عربية الحكومة اللي انا بدفع فلوسها من ضرايب وضرايب الناس. قول لي ابن قول لي اسم الباشا ايه؟ انا ده اللي انا عايز. ها مش عارفه؟ طيب انا بقى انت اللي هتصرف لان انا خدت نمره العربيه وصورتك انت وهوصلها. مش هوصلها للشرطه طبعا. انا هوصلها. لا مدير امن مين؟ هوصلها للجيش. الجيش دلوقتي هو اللي حاكم البلد. انما لسه فاهم الباشا ان ده مش هيعدي وانت اتصورت وهو اتصور وهيعرفوه. هيعرفوه ابن اللي هو مين؟ ماشي؟